قول مالي كنبغيكم تفقوا التصفيقة حرة على عبد الرحيم، قول مالي. يونس غادي نهضروا واحد شوية قبل ما تبدا، عاد ندوزو نعطيك الميكرو الله يعاونك. يونس مرت سنة على الصعود ديال فوق هذه المنصة، ما هي الأجواء والارتسامات ديال هذه السنة اللي طلعتي فيها لهذ المنصة وكتعاود للمرة الثانية كطلع المنصة بمدينة مدينة الفود اللي عزيزة علينا كاملين، عاد ندوزو لحاجة أخرى. أول حاجة السلام عليكم وتحية كاع لولاد بلادنا وتحية لحبابنا وصحابنا. بالنسبة لهذ القضية ديال الصعود للمنصة الحمد لله حنا طلعنا العام اللي فات، وأنا طلعت للمنصة العام اللي فات لحبا للجمهور ديال ولاد الفود والناس ديال الجار والناس ديال تيزي والناس ديال المعاضيط، حيت هاد الناس هما أصلا اللي كيدعمونا هما اللي كيساندونا وبيهم حنا باش وصلنا وبيهم باش تعرفنا. وحنا كنتمناو أننا ديما نعطيو واحد الصورة زوينة على مدينتنا وعلى بلادنا. تحية كاع الناس اللي كتحبنا اللي ما كتحبناش. شكرا يونس. غادي ندوز للسؤال الجاوج يونس. جولة موفقة إن شاء الله في أوروبا على أساس أول حاجة من الديار البلجيكية. حسب علمي عندك جولة إن شاء الله في ثانية بس هذه في أوروبا مرة ثانية. نعود إلى الديار الألمانية فرنسا وهولندا. تحدثنا شوية على التجربة في الديار الأوروبية إليك يونس. بالنسبة لقضية جولة الديار الأوروبية، الناس صراحة في أوروبا تكون مغربي يفرحوا بك نورمال، يعني كاع الناس ديال ولاد بلادنا كيحسوا تما كيفرحوا بك كيتعاملوا معك مزيان، وحنا الحمد لله كنحاولوا أننا على الأقل الموسيقى ديالنا حتى هما يعرفوها شوية ويعرفوا بلادنا ويعرفوا أننا شكون جينا، هذا هو الأساس. شكرا ليونس وتفرحة حرة على يونس فولماني. يونس وفرصة ممتعة لها يونس كل ما يوصفقها سحرها أيها الجمهور الكريم.